تكونت الورشة هذا اليوم من محورين، المحور الأول هو المعايير الدولية، والمحور الثاني هو تقييم أو تعريف وثيقة الحالة. حقيقة تأتي هذه الورشة مكملة لورشات سابقة، وكانت هذه الورشة أحد مخرجات الورشة السابقة، بحيث تم التوصل إلى توصيات أن يحضر المسؤولين عن الوحدات، ليس فقط الفريق الساند، حتى نعطيهم فرصة للتعرف على هذا المصطلح وهذا المفهوم وكيفية استخدامه في تقييم الوحدات وتقييم العمل المؤسسي لهذه الوحدات. تؤمن المنظومة بأنه الأسلوب الأمثل لتحقيق الأهداف أن نخطط له. الحقيقة اليوم الورشة كانت معنية أساساً بمفهوم تقييم الأداء المؤسسي، لذلك تناولت عدد من المحاور، أهمها مفهوم هذا العنوان تقييم الأداء المؤسسي ودور المؤسسات الحكومية فيه ودور وزارة الدفاع، باعتبار هذه الورشة تعنى بها وزارة الدفاع، ومكونات هذه المنظومة. الحقيقة منظومة دولية وخاضعة لقرار مجلس الوزراء كاستخدام، وإحنا نستخدمها لفحص أداء مؤسساتنا والكشف عن الأداء الفعلي للمؤسسات. وطبعا هناك محور آخر تحدثنا عن دور القيادة في هذا المشروع وهذا البرنامج، لما لها من أهمية في دفع الأداء المؤسسي نحو الأمام وتحسينه بشكل مستمر.